بالإذن من الـ LBC بس هلأ اليوم نحكي القصة كلها مع أن القصة كلها يعني أول مرة بينت بوضوح هي من خلال الـ LBC. لما يجي حضرته يعني بالآخر يترك رسالة من بعد ما تسكر كل الطرقات بوجهه أنه يقدر يفوت يشوفني. أوقات يقولوا له مش موجودة، يقول له نبلا سيارتها تحت، فينزلوا يعني يجربوا يعني يطردوه بطريقة لائقة بس ما كان يقبل، فيقعد ينطر قدام السيارة تحت. فلحقوا جوني أكتر من مرة والشباب لحتى يفهموه بطريقة راقية يعني أنه ما بتقدر تشوفها لريما بالوقت اللي بدك إياه، وهيك بعت له رسالة أحكيها بش طريقة ما فيك تشوفها يعني أبدا، لأنه حسوا أنه في شي غلط بالطريقة، يعني منه مجرد شخص فان يعني أو معجب أو مقدر. بعدين أنا مني فنانة يعني ليكون عندي مهووسين، هيك كنت مفتكرة تاري المهووسين بيجوا على كل المجالات. فمش الحال يعني، وأكتر من مرة يبعتوه من هون ويقولوا له ما بقى تجي على الإذاعة وما بقى تعمل هالحركات، لأن إلى أن أكتر من مرة كمان طلع لعندي على البيت. في مرة كمان كانت أمي موجودة فتحت له الباب وسكرت دغري، عرفته لأنه كمان كان جاي أكتر من مرة. أنا ما حبيت تصير هالقضية قضية إعلامية إلا بعد ما صارت الأشياء كتير يعني مستفزة ووقحة وفيها قلة أخلاق صراحة. ما كنت حابة توصل، لأنه أنا كتير بقدر الناس اللي بحبوني إش كيف ما كانوا بقدرون، يعني ما حبيت يعني توصل المساجات والرسائل، المساجات توصل لأختي لجوزي لكل الناس اللي بيعرفوني، مع بعض التهديدات أوقات أنه أنا بقدر إجي ساعة البدي، وهيك كلهم هم موثقين عند محامي الإذاعة يعني. فكنت أقول أنه خليها مضبضة بالإشياء، والمحامي قرر أنه يبعث هالرسائل لنقابة المحامين ويفرجيهم عليها وهيك. كمان رفع شكوى بحقه يعني للمضايقات اللي كان عم بيعملها. المرة الأكثر شيء أفظع شيء واللي هو بيقول لميسم اللي عمل الروبورتاج على LBC، مرسي ميسم قصير، سجل له حكيه وصوته. فبيقول له ليه مش من أول مرة ادعيت علي؟ أنا ما ادعيت عليه من أول مرة لأنه المحامي قال لي نحن منهتم بالموضوع وما بدي أعمل قضية أحكي عنها على الهوى وتصير قضية يعني رأي عام، لأنه هالقد دقيقة ولأنه هالقد مزعجة. المرة اللي كنت فيها أنا غايبة عن الإذاعة، عاملة ميجران ونايمة وبنتي لحالة بالبيت، يعني أنا وبنتي بالبيت والبنت اللي بتساعدنا كانت عم بتنشر برا، دق باب البيت، فتحت بنتي على الانترفون بسرعة يعني معودة أنه ما في ناس غرب بيجوا بهالوقت. فقال لها أنا صديق أمك بالإذاعة، أنا زميلة افتحي لي، افتكرت حدا من اللي بتعرفهم. حتى لما شفته ما عرفته، افتكرت أنه مزبوط هيدا الشخص أنه بيعرفني. فتحت الباب واجت لعندي على الأوضة توعيني تقلي انه اجى لعندك ناس. فهو بديل يعني هالقلة الاخلاق وقلة الذوق والجنون والهوس وما بعرف شو بدي سميه، الانحدار الاخلاقي، بديل ما ينطر بالسلوم مثلا للبنت توعيني واجي انا شوفه، كنت اكيد مش حطه، كنت اكيد قعدت معه وقلت له نعم شو بدك واهلا وسهلا وهيك. بس هو لحق البنت دغري على الأوضة وضل فايت لحقها وراها لفتحت الباب وأنا نايمة يعني، وعيت ما لقيت غير شخص غريب
بوجه قدام الباب هو والبنت، والبنت عم تقلي مامي هيدا معك بالإذاعة. وهون صار فيني انهيار عصبي، يعني صريخ وعيطة، ودقيت لشخص كتير قريب مني، يعني قريب من البيت بيقدر يوصل بسرعة لأنه بوب ما كان بالبيت. ف اجا وجرب يعني جرب يتعامل معه بطريقه راقيه، ويا استاذ اذا بتريد وهيدا ما بيصير وممنوع تتشكى عليك وهيك، يقول له شو بتتشكى علي انا عندي حصانه انا محامي، ويصير يصرخ عفوا على الكلمه ويفحل يعني انه هو القبضاي. فجارنا اكيد ما مد ايده عليه ولا شيء، بس جرب يستوعبه بكل الكلام المنيح وهيك يفل يقعد ينطر بالباركينج تحت ما يفل، يعني يبقى بالسيارة. لا كمان رجعوا بعض الأشخاص أنه أنا عو يفل، ففل بهيداك النهار المشؤوم يعني اللي صرخت فيه وكترت. كمان بوقتها كنا محركين يعني الملف، بس كنا عم بياخد كتير وقت، ما بعرف المحامي منه موجود اليوم، كنت بدي أحكي معه لشوف بوقتها شو صار. والفترة اللي يعني كانت الفترات بعيدة عن بعضها، الوقت اللي يجي يعني غيب فترات أشهر معه تشوفه انسى أنه حدا هيك عمل ماشي الحال، ما بقى عم يأذيني، ما بقى عم ببين، ما بدي أعمل منه قصة ومحكمة. يمكن عنده شوية مشاكل بس هو بيزت على حب، يعني مش جاي يقتلني مفروض يعني هيك، إلا إذا كان إنه بس هو بيزت على حب. فالمرة الأخيرة كانت نهار السبت، هالشي اللي قلته بأكتر من مطرح، كانت نهار السبت بوب يعني جوزي ظهر ليجيب كم غرض ليلتي، ركني عم بيراقبه ليشوف لما يفل من البيت. ففل بوب بس ما راح بيروت مثل ما قاله بالعادة، يعني إنه بيبعد بيبطل عنده طريق رجعة سريعة يعني وقت كتير ليرجع على البيت، بس هو كان رايح مشوار كتير قريب. وصل أخونا فتحوا له الانترفون كمان بالغلط لأنه البنت فتحت له بتشتغل معنا، وكنا نسين هالقضية يعني، كنت بوقتها قلت لها ما بقى تفتحي لحدا وانتبهي وعايجي مرة تانية وهيك، بس قد ما الفترة بعيدة عن بعضها يعني نسيت، وكانت ناطرة حدا يجيب لنا غراض، ففتحت دغري على أساس هيدا الزلم اللي جاي يجيب لنا الغراض. فتحت وأول ما شفته صارت تصرخ، وحط يعني بطريقة ما فيها جنس الأخلاق، يعني حط إجره على هيدي تبع الباب، الحفة تبع الباب من جوا يعني. صارت البنت وقال لها اللي هي مكسور كتفها كمان، رجع انتكس كتفها من التدفيش، صار يدفشوا الباب عليه لما يقدر يفوت، وهو يدفش لجوا وهن يدفشوا لبرا ليقدروا يسكروا الباب مرة. يعني صار بعنف شديد يعني يتعاطى مع البنت ومع بنت الصغيرة يعني اللي ما عندها قوي كسرة كتفها لحتى تشد بالباب، يعني الله ستر وشده منيح بالباب ودقوا لبوب ليرجع على البيت، وصار اللي صار. يعني وصل أول ما قال له بوب شو عم تعمل ببيتي، قال له بطريقة لا أخلاقية يعني، قال له مش بيتك هيدا، وشو أنا مش بس عبيتك بفوت، أنا بفوت عبيت الله، أنا ما بتعرف مع مين عم تحكي، وهيدول الكلمات المستفزة يعني. فطبعا بحالة الدفاع عن النفس وحدا عم يحترم عم يحترق عفوا حرمة البيت، بيقدر رب البيت يدافع عن نفسه، فدافع عن نفسه ليقدر يشيله يعني من قدام البيت بالضرب، فضربه يعني بعتقد أقل شيء لازم يعمله بعد كل اللي عامله فينا يعني، وحالات الرعب اللي عملها لألي ولأمي وللولاد، والصريخ والعيطة اللي صارت، والناس اللي توقف هي وطالعة بيتنا مقفة شوي، بس الناس اللي طالعة بالسيارات توقف لتشوف شو فيه. وأدمنه محامي شاطر اسم الله عليه، راح دغري بعد القتلة على مخفر الزوق لحتى يتشكى على بوب انه حاول قتله، وعمل نص أدبي شعري رفسني وركلني ومدري شو هالطريقة يعني
الجبانة بمحاولة منه لحتى يقول انه هو منه الشخص، يعني هو بوب اعتدى عليه وما كان عم بيعتدي على البيت. وطبعا في شهود على ذلك كتير كتار، ان كان بالإزاعة او بالبيت او عند الجيران او عند البنت اللي بتشتغل عندي او عند اي ناس. anyway ما بدي طول عليكم الخبرية، بس بعرف كتار على الفيسبوك وعلى تويتر وتليفونات، والحمد لله على السلامة انه كل بده يعرف تفاصيل. اهم شيء بدي اقول انه اول ما كتبت على الفيسبوك عن الحصانة وانتقدت موضوع الحصانة، انتقدته لانه طلعت على مخفر ريفون، لانه ما نزلت على ذات المخفر اللي هو رفع الشكوى فيه، طلعت على مخفر ريفون لحتى لأنه هيدا هو التابع لنا، وكانوا الشباب كتير ممتازين ومتعاونين. ما بعرف إذا مفهمت غلط على LBC، قالوا لي حكيتي عنا. أنا ما حكيت عن الشباب درك بمخفر ريفون، بالعكس خاصة الكابتن كان كتير مزوق والشباب كمان. فطلعت على المخفر لطلب منهم أنه أقدم شكوى، أخذوا مني الشكوى شفهية، ما كتبوني على شيء، ما مضوني على شيء. قال كانوا ناطرين النايب عام لا يأذن لي أني أقدم شكوى. هيدا البين هلالين بدي ناقشه، بدي أعرف ليه المدعي العام، لأنه قال بعدين دقولي قالوا لي 5:30 من مضيكي على هيدا الشيء، 5:30 ما بيّن حدا، دقولي قالوا لي سوري كان حابين نخدميك، نخدمك مع انه مش خدمة، هي حابين نخدمك بس النايب العام اللي ما بعرف شو اسمه قال انه ما فيك تقدمي شكوى لأنه محامي وعليه حصانة وبده إذن من النيابة العامة. هيدا الشيء اللي قالوا كمان بروبورتاج الـ LBC نقيب المحامين، رح أرجع أحكي معه اليوم كمان، قال أنه المحامي ما عنده حصانة بحياته الشخصية أنه يفوت يعتدي على الناس، عنده حصانة فقط بالمهنة لما يكون عنده قضية أو دعوة أو عم بيرافع بشيء. أنا بستغرب أنه هالشخص رغم كل اللي عمله ما قادر أحكي عنه شيء مش منيح، لأنه ما بعرف شو الخلفية يعني تبعه، ما قدرت التقيته ولا شيء، بس بعرف انه في تسجيل صوتي كمان رح اعرضه قريبا اذا كبرت هالقصة، تسجيل صوتي لقلو مع الزميل ميسم قصير اللي لاحق هالقضية للأخير وعمل ريبورتاج LBC هو وبيير يوسف، وكان الاتصال كمان من جيتا ايام اللي تابعت كل شيء، ومن صديق ورئيس تحرير اخبار LBC جان فغالي. فهالتسجيل بعده موجود، رح نقدم شكوى هالمرة أخيرة، وشكوى يكون يعني اخدين اذن النقابة اللي اعتبرت انه دغري بتعطي اذن بهالحالة. اليوم رح نعمل كل هيدول لحتى تخلص هالقضية ان شاء الله على خير وسلامة، بس ما بخبركن حالة الرعب اللي صارت للولاد، لانه هي تاني مرة يعني او تالت مرة، اول مرة اقول الماما كانت فقدرت دغري سكرت الباب وعملت اللازم، يعني ما عاد قدر يفوت ولا شيء، بس صار يقف على الدرج ويقول لي اعطيني مي وتعبت ومدري شو. فهي القضية صارت قضية رأي عام، وكتار من الوزراء وكتار من الصحفيين وكتار من السياسيين والنواب اتصلوا فيي مشكورين على محبتهم ومشكورين على اهتمامهم، بحييهم كلهم جميعا. وبعتقد ماريتشو كمان بالوقت اللي كنت غايبة فيه حكيت مع الأكترية منهم ومع وزير الداخلية مروان شربل. طبعا الحادثة اللي صارت مثل ما عرفناها حادثة مؤلمة، انه بيت يتعرض للدخول له عنوة، هيدي كلها احداث بمفروض النيابة العامة تتحرك فورا، ومفروض تاخذ علم لانه الشخص عرفت انه محامي، مفروض نائب المحامين كمان يتحرك فورا ويتصرف حول هالموضوع هذا، لنعرف شو الاسباب انه هالعمل هذا مش مقبول ابدا ولا باي شكل من الاشكال. وزير الداخليه مروان شربت.
كمان لوزير الداخلية مروان شربل ولكل الأشخاص الزملاء السياسيين اللي أبدوا رأيهم بهالقضية واعترضوا عليها ورح نسمعهم تباعا. صوتي مغير صحيح؟ لا رائد مش من شيء ابدا، مش من هالقصة ابدا. زعلت يعني بس على الاولاد، عرفت انه انا ما رح يقدر يعمل معي شيء، بس فكرة الاولاد انهم يشوفوا هيك شيء وينرعبوا بس هيدا زعلتني. بس صوتي ما له علاقة بهالشيء ابدا، صوتي له علاقة بيومين يعني ميجران كتير قاسي. بس جابونا صحات البر وقالوا أبو وفن ندهونا من راس الجرد، شوفوا القمر شفنا صيمنا بعطفنا وشجر الحير يقطفنا، صرخوا جاي صرخنا جاي، خلصت الرواية وما حسينا من مكان بيتمرجل علينا، من مكان بيتنمرد علينا، بدنا نعرف شو سوينا، لا مرة اشتكينا ولا مرة احتجينا ولا مرة احتدينا، قولوا ليش ليش هالقسوة علينا. استمع لكلمات الوزراء والنواب والزملاء والمحامين اللي اتصلوا وسجلوا آراء وتعليقات. خليني اسمع نائب المحامين الاستاذ نهاد جبر، لانه سمعته بريبورتاج ال بي سي بس كان عندي بعد الاضافات والاسئله. صباح الخير استاذ. صباح الخير، يعطيك العافيه. ريما نجيم معك. اهلا، انت منيح؟ منيح. حضرة النقيب، ما بعرف إذا عارف القصة كلها اللي صارت، ما بدك أرجع خبرك. لا أنا سألوني بـ LBC سؤال عام. نعم، عن الحصانة. إيه عن الحصانة. طيب أنا رح أسألك سؤال خاص ممكن؟ يا أهلا وسهلا. نعم، أنا كان في شخص عم بيلحقني له فترة، بيبعت رسائل وبيبعت مواعيد وهيك، وبيجرب يدخل على الإذاعة عنوة. فالشباب الأمن وشباب الإذاعة يجربوا يتعاطوا معه بطريقة منيحة ليفللوه، ما يرضى ينطرني قدام باب السيارة وغيره، ويجاهر باسمه يعني منه خايف شخصيته، ويقول أنا محامي وأنا عندي حصانة وما فيكن تعملوا معي شيء. هذا الشيء منه خليني أكمل لك. خليني أكمل لك أكثر من مرة، لكن إجا على الإذاعة بس يعني لحسن الحظ في ناس كتار بالإذاعة بيقدروا يردوا، بس صار جاي لعندي على البيت 3 مرات. آخر مرة لأنه ما كان في حدا بالبيت، بنت صغيرة عمرها 6 سنين 7 سنين فتحت له وقال لها أنا صديقة بالإذاعة، ففاتت 3 وعين من النوم، ضل فايت معها على قوت النوم يعني لو ما صريخ وتلا الدنيا ما اجوا الجيران. واخر مرة اللي هي نهار السبت صارت كرمال هيك ال بي سي سألوك عن موضوع الحصانة، فدايما هو بيلوح انه عنده حصانة وانتو ما بتعرفوا مع مين عم تحكوا، وانا بقدر اعمل وبقدر سوي بصفته محامي. فاجا كمان على البيت وعمل حالة رعب وهلع، لوصل جوزي يعني وتخابط معه، فقام راح تشكى عند مخفى الزوق انه هو تعرض لمحاولة قتل.
نحن بالأساس حضرة النقيب مقدمين عليه شكوى وبعتين للنقابة نصوص رسائله، محامي الإذاعة بعت نصوص رسائله وهيك. قام رجع من بعد ما بعتنا على النقابة قال لي شو عملتي، بعت لي مسج، ما بعرف إذا بعده مسجل عندي، بعت لي مسج بقول لي فيه أنه لو بعدت عن النقابة ما بتعملوا معي شيء، ما بتعملوا معي شيء، وأنا قلت لهم إني بحبك وإني مدري شو هالقصص. فأنا طلعت لأتشك عليه بمخفر ريفون، قالوا لي إنه إيه. بعد شوي اتصلوا فيي قالوا لي ما فيك، المدعي العام بيقول إنه ما فيك تدعي عليه ليأخذ إذن من نقابة المحامين. هل هيدا مزبوط؟ هيك البروسيدور بتصير؟ بقول لك شغله، بمخفر ما بيستقبلوا شكوى ضد محامي الا ما يكون محوله من النيابه العامه الاستئنافيه لنقابه المحامين. نعم، يعني كان المفروض هالشكوى هذه او المخفر يحولها على النيابه العامه، والنيابه العامه تحولها على نقابه المحامين، او تقدم شكوى مباشره بالنيابه العامه الاستئنافيه او عند قاضي تحقيق. نعم. اللي بيحولوها على نقابه المحامين ليعطوا اذن ضد هالمحامي اللي المدعى عليه. لحديت هاللحظه هذه ما في اي شيء وارد لا منك ولا من المحامي بهذا الموضوع. هلا انا على كل حال رح ارجع احكي محامي الاذاعه ونعرف يعني. هلا اذا محامي الاذاعه بده يقدم هو الشكوى، بده ياخذ اذن توكل بسموه. يقدر يقدمها، فيك انت تقدميها شخصيا مباشره بدون المرور بمحامي الاذاعه. نعم، بالنيابه العامه. بالنيابه العامه، النيابه العامه بتحولها على نقابه المحامين، نقابه المحامين في حال ثبت انه ما لها علاقه بالمهنه يعطى الاذن. يعني هيدا هالشيء اللي عم بيصير بالاعلام انه المحامي محصن، المحامي محصن بمهنته مش محصن بقضاياه الخاصة. يعني اللي بيكون معلق الحصانة بالمهنة بيبحث، ولما بتكون في حصانة والجرم المنسوب للمحامي او الفعل المنسوب للمحامي له علاقه بالمهنه، ولقي مجلس النقابي انه في لزوم ينعطى الاذن كمان بينعطى. وهذه مهلته شهر، يعني منا نقابي بوارد تاخير على ذوقه. ملزمه بمهله الشهر. يعني هذا اللي بدي احب وضحه. بس برجع بقول لك لحديت هاللحظه لا في رسائل وصلت على نقابه المحامين ولا في كتاب وصل لنقابه المحامين، بس بالمخفر لا منك ولا منه. بس بالمخفر قالوا لنا، بالمخفر قالوا لنا انه مين ما كان المحامي بدون الدخول باسماء. بالمخفر قالوا لنا انه اوريدي هذا شخص انتم شكايين عليه من قبل كمان. نحن؟ لا انا يعني ماما يخاف. هن بالمخفر عارفين لما طلعوا الاسم عرفوا انه هيدا عليه شكوى قبل. بس هل المدعي العام بيقدر يتركني بالويك اند كله هيك مرعوبة بدون ما ياخد مني؟ يعني كان بيقدر ياخد مني الشكوى ويبعتوها عند المدعي. كان فيهم بالمخفر يتصلوا بنقابة المحامين بالنقيب او مفوض الاثر ويبعتوا وراه ويروح على المخفر ويقول اني انا محامي، ساعتها بتوقف الاجراءات لحين الحصول على اسم. يعني بس هذا الاذن مرتبط بالماده 79 من قانون تنظيم المهنه، بدهم اذن. انما الاذن يعطى، مش مثل ما عم بيقولوا العالم انه المحامي ما حدا بيطالهم. بلا، المحامي بينطال لما بيكون ما مرتكب فعل ما له علاقه بمهنته. يعني الحصانه بس بحدود مهنته، القضايا المستلمه وهيك. الحصانه الماده 79 واضحه اثناء ممارسه المهنه. واضحه يعني بالقضايا الخاصه والقضايا مثلا المداينه الشخصيه، او مثلا واحد عمل مشروع تجاري وخسر عليه دين ما له علاقه بالمهنه. او بينعطى ومهلته شهر والنقابة ولا مرة وصلت للشهر. كانت دايما قبل مهلة الشهر تبت بهالمضيح.
يعني هذا الموضوع لازم يتوضح للناس. ما في سقف فوق حدا، حتى ما في سقف فوق المحامي إلا بحدود ممارسته مهنته. وأحيانا برجع بقول لك، أحيانا عند أثناء ممارسة المهنة وإذا لقيت نقابة في لزوم لإعطاء الإذن بتعطيه لجلاء الحقيقي. بهيك حالة يعني ما في لزوم برأيك؟ كيف ما في لزوم؟ يعني بالقصة اللي خبرتك إياها، يعني مش فورا لازم تنرفع الحصانة؟ بس توصل هالشكوى طلب للنقابة، طلب هذا بيسموه إذن ملاحق. نعم. بس توصل للنقابة، النقابة كل جمعة عندها اجتماع. نعم. يعني بالصيفية كل نهار أربعة، بالشتوية كل نهار جمعة. يبت بهالطلب. نعم. في حالة بيّن ما إله علاقة بالمهنة يعطى الإذن. في حالة بيّن في إله علاقة بالمهنة ويستوجب إذن كمان بينعطى. نعم. يستوجب. ايه يعني في اوقات كثيره بيكون اثناء المهنه، انما لجلاء الحقيقه يرى مجلس النقابه في لزوم لاعطاء الاذن لجلاء الحقيقه بينعطى. نعم. بس مثل ما عم بتقولي لي بهذا الكونتكست اللي عم بتقولي لي اياه ما لها علاقه بالمهنه. نعم. يعني بسهوله بنقدر على على على, على الوقائع اللي عم بتقولي لي اياها. نعم. واللي على لها شهود وفي كتير تفاصيل. وحدودها شهر. يعني أكثر من شهر ما في النقابة تتأخر. وفي حالة تأخر أكثر من شهر يعتبر الإذن معطى. يعني نحن ملزمين بثلاثين يوم للبت بهالطلب الملاحق، وفي حال عدم البت فيه وهذا ما صار ولا راح يصير يعتبر الإذن معطى. معطى ضمنا يعني. شكرا نقيب، يعطيك العافية. ما في شيء بعرقل سير المحاكمات أبدا، ونقابة المحامين حريصة على الدفاع عن حقوق الإنسان أكثر من حرص الإنسان عليها. نعم نعم. شكرا. أهلا شكرا بلحك. حضرة النقيب أهلا يعني. يعطيك العافية. ميرسي. الحادثة يوم السبت اللي تعرض لبيتي كمان كان نقيب المحامين نهاد جبر أعطى لو ما يسمى قصير حديث مقتضب يعني حول قصة الحصانة اللي أنا كنت حكيت عنها على الفيسبوك، وكنت رفعت الصوت لأنه هالشخص بالذات كان عم بلوح بالحصانة بقانون بلا قانون، بيسمح له ما بيسمح له. طبعا اللي بيقدر يفوت على بيوت الناس بهالطريقة بيقدر يلوح بالحصانة ساعة البريد، أو إذا مفتكر حاله مدعوم من حدا. أنا ضليتني ساكتة لفترة طويلة، إنما هالقضية رح تروح إلى آخرها إن شاء الله إن الله راد يعني بدءا من اليوم. وهذا حديث كمان نهاد جابر نقيب المحامين بالربورتاج اللي بثته الـ LBC يوم الأحد. نتابع نشرتنا الإخبارية مع قضية الحصانة. ما هي حدود حصانة المحامي، وهل تحميه عند ارتكابه جرما؟ في المفهوم القانوني يقتضي إيلاء من يمارس مهنة المحاماة الضمانات والحصانات التي تتيح له ممارستها باستقلالية ودون أي عوائق، لذا تصبح ملاحقة المحامي أمرا غير ممكن إلا بإذن من النقابة. لما بيكون متعلق بالمهنة أو بملف قضائي يعطى حكما وبدون أي تأخير. لما بيكون متعلق الإذن المدني بمهنة المحاماة
يدرس من قبل النقيب. لكن للإعلامية ريمان جيم قصة مع المحامي جيم نون، والذي بحسب جيم يستغل حصانته لترهيبها وعائلتها. بلشت محامي معجب يبعث لي رسائل وهيك، بيجي على الإذاعة يجرب يشوفني، إلى أن مرة دخل على البيت عندي فتحت له البنت بنتي بالغلط، إنه قال له أنا رفيقة بالإذاعة، وضل فيت على الأوضة يعني، وصرت صرخ انا وعيت لاجوا العالم كمان فللوا. لامبارح اجى على البيت، انا كنت نايمه، وجرب يفتح الباب بالقوه على الاولاد، هن يعرفوه يعني شايفينه قبل، يسكروا بوجهه وهو يجرب يفتح بالقوه ويعيط ويهدد. انا طلعت قدمت بشكوى بمخفر ريفون اللي هو نحن هون بالمنطقه تبعين له، بعدين دقوا لي قالوا لي ما فينا، بدك تروحي على النيابه العامه لانه بدهم اذن من النقابه لانه محصن. بلد كل من ايده له، قالها الرئيس نبيه بري. ويبدو أن من يمتلك حصانة ما قد يذهب أبعد من ذلك، فكيف للقانون محاسبة من يفترض أن من واجبه صونه؟ أنا بالحقيقة بدي استنكر هالأفعال اللي صارت من قبل المحامي، هاي مش مقبولة بأي صورة من الصور، أنه يكون في محامي اللي ممتهن مهنة المحاماة ومسجل بنقابة انه يكون عم بيعمل هيك افعال يلي ما مقبولة بالسلوكيات العامة من ناحية. من ناحية تانية، الحصانة يلي القانون منحها للمحامي هي من خلال ممارسته لمهنته المحاماة، مش تتجي تعطيه اي حصانة لافعاله يلي يمكن تكون مخالفة للاداب والاخلاق العامة. بقى بالنتيجة انا بعتبر انه اكيد هالحصانة رح ترفع، ورح تقدر الإعلامية ريمان جيم تقدر تكفي شكواها، وما يشي أبدا إطلاقا يعرق لها. وأنا عم بحكي هيدا بصفتي مش بس وزير إعلام، بس أنا بصفتي محامي بالأساس، المحامي وليد دعوق وزير الإعلام حاليا. شكرا لوزير الإعلام وليد دعوق على دعمه وعلى طبعا صدقه وعلى كل شيء قاله. نحن طبعا مثل ما قال هو رح نروح للأخير بهالقضية، وإذا كان نقيب المحامين مثل ما قال قبل قليل ما وصل له الرسائل أو الشكوى للنقابة بشك، لأنه يمكن ما وصل له له بس وصل للنقيبة السابقة اللي كانت، ما بعرف إذا لما بيتغيروا النقباء بيروحوا الوراء اللي كانوا مع اللي قبلهم وما بيتسجلوا بالمرحلة الجديدة. هذا الشيء اللي كنت بدي استطرد فيه وقل له إيه، لكن انبعت صحيح، انبعت لأنه كان في رد من هيدا الشخص المحامي أنه أنتوا بعتوا رسالة لنقابة المحامين وأنا عرفت شو أعمل فيها أو مدري شو، يمكن قدر بركي بطريقته يشي لها يلغيها ينسيها ينسيهم إياها. بس نحن أكيدين أنه بعتناها للنقيبة السابقة، فلازم يراجعوا بركي بملفاتهم، وبركي هلأ برجع بحكي مع النقيبة السابقة لأتأكد منها من هالشي، لأنه نقيب المحامين يبدو ما عم بيلاقي هالشكوى عنده. هيدي مش بس قصة عم برفع اليوم للرأي العام بهالحلقة كرمالي، بس أكيد كرمالي، وأكيد كرمال كل شخص بيفتكر أنه إذا عنده أي تيتر بالحياة بيقدر يعمل البدوية بيقدر يلوح. أنا ما حكيت عن الحصانة هيك، ما حكيت عنها هيك، حكيت عنها بناء على بعض الكلمات اللي قالها هيدا الشخص، انه وقدي شايف حاله انه محامي، يعني بيعرف عن نفسه محامي قبل ما يقول اسمه، وانه انا بقدر اعمل وانا بقدر سوي، وطريقة انت مش عارف مع مين عم تحكي، هالطريقة اللي مفروض كنا نسيناها من زمان بزمن في دولة وفي مؤسسات وفي قانون بيرعى حرمة البيوت. كنت بس عبالي لما المدعي العام رفض
يعطيني القدرة أني أدعي قبل ما أوصل لعنده. كان على القليل لو في أمن بالبلد، لو كنا عايشين ببلد آخر وإعلامية تعرضت للي تعرضت له، ما كان التحرش عادي يعني يلحقها من مطرح لمطرح أو ينطرق قدام باب السيارة أو هيك. كان في اقتحام لحرمة بيت، وهيدا يعاقب عليه مين ما كان يكون هيدا الشخص. الدخول عنوة، رعاب الأطفال، ومحاولة الدخول بشكل استفزازي وفيه كذب وفيه ملعنة وفيه طريقة منا محترمة أبدا بالدخول. كان بيقدر إذا حدا بده يدخل بيت حدا ما بيعرفه يعرف عن نفسه، يدخل بطريقة ما فيها هالقد هجوم، ما فيها تكسير الباب عشوي، وما فيها هالصريخ وهالتلويح بأنه ما بتعرف مين عم تحكي، وما فيها هالوقاحة اللي اليوم عم نحكي عنها، الوقاحة أنه يروح يدعي على شخص أنه حاول قتله بينما هو كان عم بيدافع عن بيته لشخص ما كان مسالم أبدا. يعني لو قدر حكي بطريقة مرتبة ومحترمة أنه إذا بتريد فيني فوت لعندك على البيت وأنت هون، وكان بوبع القليل قال له أهلا وسهلا وشرف وشو بتريد، بينما الطريقة اللي حكي فيها أنا بفوت على بيت الله وأنا بعمل وأنا بسوي، كانت لازمت له يعني هالردة الفعل، لأنه كل القوانين بالعالم بتعطي الحق لصاحب البيت أنه لما حدا بيتعدى على بيته عنوة يدافع عن نفسه، إذا ما قدر دافع شفهيا لأنه الشخص التاني عم بيتعدى عليه وعلى كرامته وعلى بيته، أنه يواجهه جسديا كمان ليقدر يخلص منه، هيدا بعتقد حق. نحن ما عم نروح لعنده على البيت لحتى نتعدى عليه، أو هو اللي عم بيجي يخترق حرمة البيت ويجرب يدخل عنوة، وهي الشيء ما في حدا بالكون بيقدر يحميه، لا نقابة ولا أكبر من النقابة، ولو مين ما كانت وسطه، مين ما كان واصل لعنده، رح أوصل وصلك قدام النيابة العامة وقدام القضاء اللبناني، لأنه اللي عملته ما بينعمل، لأنه أنا دمعة من أولادي ورشفة منهم وخوف، بدها تدفعك تمن كتير غالي. بطلت قضية معجب مهووس ملاحق مذيعة، صارت قضية انك عم تعتدي على نفسية ولادي وعم ترعبهم وعم ترعب كل اللي بالبيت، وعم بتضلل الناس وعم بتضلل التحقيق وعم بتكذب وعم ترعب وعم تتحايل على القانون وعم تستخدم حصانتك بشكل غلط. خليني اسمع الصديق العزيز الوزير الداخلية والبلديات السابق والنائب بركة اللاحق زياد باروت. يعني الناس اللي مثل ريما يلي بيكونوا على تواصل دائما مع الناس لابد وانه يتعرضوا احيانا لمضايقات، بس المؤسف انه المضايقة تكون جاية من اشخاص ما مفروض يكون عندهم يكون عندهم بالعكس ضوابط ذاتية لما يعملوا هالأمور. هي افترضنا انه ما في ما في تبرير اطلاقا لهالموضوع. انا بظن انه اذا كان في محامي مثل ما قرينا نائبة المحامين مش معقول انه تقبل بانه يكون في اي خطأ من جانب محامي وما يتحاسب عليه. الحصانة هي لأداء مهام المحاماة، هي لتحصين المحامي وقت بيكون عم يمارس مهامه كمحامي، مش الحصانة لوقت بيكون يعني بموقع بين مزدوجين مدني
مش بصفته محامي، وهذا اكيد بين ايدين نائب المحامين يلي انا بعتقد بيتحرك وما بيخلي الامور تاخذ منحى غير المنحى القانوني. ريما من الاشخاص اللي محترمين جدا، العالميات اللي كل الناس بتحترمها واثبتت حالها بادائها وبكفاءتها وباخلاقها. هي وعائلتها جديرين بانه يكون عندهم الحمايه اللازمه ويكونوا بمنأى عن اي مضايقات من اي نوع اللي كانت. والحمد لله على السلامه ريما زياد. شكرا للصديق زياد بارود والوزير زياد بارود على كلماته وعلى تمنياته، شكرا لك. بدي روح لاسمع رئيس المجلس الوطني للاعلام شو كان رايه استاذ عبد الهادي محفوظ. باسم المجلس الوطني للاعلام اعلن التضامن مع الزميلة ريما جايم التي تعرضت إلى اعتداء، وهذا النمط من الاعتداءات يتكرر على الصحفيين، وهذا ما يفترض من السلطة أن توفر نوع من الحصانة الأمنية للإعلاميين، وخصوصا أن بعض الاعتداءات تأتي من جانب الجهات تنتمي إلى هيئات نقابية يفترض بها أن تمثل النخبة، فعيب على مثل هذه النخبة أن تقوم بمثل هذا العمل إلى أي قطاع انتمت. هذا التضامن مع الزميلة ريمان جيم يفترض كما قلت أولا أن يكون الجسم الإعلامي واحدا بمختلف أطيافه. المسألة الثانية أن تقوم الهيئة النقابية الجديدة التي تشكلت من العاملين في المؤسسات المرئية والمسموعة أن تقوم بما ينبغي عليها لجهة متابعة مثل هذه الاعتداءات لدى السلطات القضائية ولدى السلطة التنفيذية. وفي مثل هذه الحال من الخطأ أن يتذرع المعتدي بأي حصانة كانت، كما أنه للقضاء أن يقرر ما ينبغي الاتخاذ من خطوات. في كل الأحوال المجلس الوطني للإعلام يقف إلى جانب الزميلة جيم، ولذلك المتكلم وإمضاؤه عبد الهادي محفوظ رئيس المجلس الوطني للإعلام. شكرا للأستاذ عبد الهادي محفوظ، شكرا لرفع هالجملة العظيمة اللي هي الحصانة الأمنية للإعلاميين. فأنا كنت بتوقع أنه بدل ما يقولوا لي خدي وقتك وانزلي عملي ادعاء خلي يقبل المدعي العام طلبك لأنه هالشخص محامي وعنده حصانة، كنت بحب كمان يعملوا أي شيء أمني هيك بخطوة منهم تقديرية، يمكن مش بس لألي كأعلامية، للناس أنه نحن رح نبعث لك شخص بهالوقت لأنه ويك أند وممكن تتعرضي لشي تاني من هالنوع، نبعث لك شخص أو شخصين يكونوا حدك بهالمرحلة. هيدا اللي حكي عنه الأستاذ عبد الهادي محفوظ، أنه لازم يكون في حصانة أمنية للإعلاميين كمان، يعني بتصير الحصانة أوقات بيد المعتدين بينما المعتدى عليهم مجردين من أي حصانة، بوقت ما حدا عم بيعمل بالبلد بروسيدور اللي هي إنك تروح وتقدم طلب وتطلب وتقدم وثائق. البلد يعني مثل ما شايفين على المستوى القضائي طبعا محترم وقدير وجيد، بس على مستوى التفاصيل عم بتكون مخيبة للأمال. كان بيسوى كمان نظرا للأمر اللي كل الشخصيات اللي حكيوا واللي بعد رح يحكوا استنكروه انه اعتداء على بيت وعلى منزل ومنه مجرد يعني تحرش عادي او ملاحقة عادية، كان بيسوى كمان يأمنولنا الحصانة بهالوقت لإلي او لحدا اي حدا تاني عم يتعرض لهالشي، بس هالشي للأسف ما صار.
بشكر كل اللي تضمنوا معي، كل الأصدقاء الصحفيين اللي اتصلوا واللي استنكروا واللي كانوا حدي كل الوقت إن كان خلال اتصالاتهم. بعتذر إذا البعض ما قدرت رديت على اتصالاتهم نظرا لكثافة الاتصالات اللي تلقيتها بعد أخبار الـ LBC واللي الكتب على البيج. بعتذر من الكتار منهم. اليوم رح جرب أرجع أحاول أتصل فيهم وأتشكرهم. بتشكرهم على الهواء، بتشكر هلا المر اللي كانت من أول الأشخاص اللي كتبت على ويب سايت النشرة، الزميل توني خليفة، نيو تي في اللي كمان نقلت الخبر عن الـ LBC وأوردته ضمن أخبارها، سيدة مريم البسام وكل الزملاء بنيو تي في، لبنان ديبيت كمان اللي نزلوا الخبر آخر خبر، وكل المواقع. بعتذر إذا ما بقدر رح أنسى يمكن البعض أو لأنه تم تناوله بشكل كتير كبير. وأهم شيء بشكر الناس اللي معي على البيج، الأصدقاء المحبين اللي محبتهم بلا ولا أي غاية، وكلها صدق وكلها محبة وكلها تضامن. هيدا الشيء اللي بيرفع المعنويات وبيحسس بالأمان. أصدقائي على البيج على تويتر اللي كانوا خايفين يمكن علي أكتر مني، بشكرهم جميعا والله يخلي لي إياكم بحياتي بكل الأوقات، بأيام الفرح وأيام الابتهاج وأيام السيئة يمكن والضيقة اللي طبعا طبعا مثل ما دايما بقول ما بتقدر تحبط عزيمتنا أو تزعلنا لفترة طويلة. أنا مواكب ريما جام من بدايتها بصوت الغد، كنت كمستمع أو كصديق، وحتى أجريت مع مقابلة بعد ما تذكر ببدايتها، يعني كان صار لها يمكن حوالي سنة بالإذاعة، مشان هيك ممكن تكون شدة مجروحة يمكن بريما وبمسيرتها، ومشان هيك كمان ممكن يكون تضامني مع أكبر اليوم بعد هالحادث، لأنه رفقتها وبعرف شو أضافت ريما جام للإعلام الإذاعي بلبنان، وده دورها كانت فاعل بهالمجال مش بس بالصعيد الفني يمكن اللي بيعرفوا العالم، لا ريما قدرت حفرت بمكان ما بالعمل الإذاعي، وقدرت عملت نجومية غير معتادة إجمالا بالعمل الإذاعي، يعني المطرح اللي وصلت له بنجوميتها الإعلامية عادة ما بيوصلوا له الناس اللي بيشتغلوا بالإعلام الإذاعي الإعلام المسموع. بها الحادث اللي تعرضت له ريما تعاطفنا معه كبير، أول شيء كجسم إعلامي، ونحن شو ما كان السبب فلو الإعلامي كان مخطئ ما بقبل يتعرض حدا لإعلامي، كيف إذا الإعلامي على صواب مثل حالة ريما. اليوم نحن بنتضامن مع ريما وبنستنكر أنه الشخص يتخبى بصفته يلي شو ما كانت الصفة لا يقدر يقوم بأعمال فيها تعدي على الحريات الشخصية والحرية العامة. بدي أقول لريما أنه هيدي ممكن تكون غيمة صيف، لا رح يأثروا لك على حياتك الشخصية ولا رح يأثروا لك على مسيرتك المهنية. وريما يلي غيبت اليوم عن الإذاعة بتمنى صوتها ما يغيب ويرجع على إذاعة صوت الغد مطرح ما وجدت من سنين ومطرح ما علمت. داني حداد، رئيس تحرير لبنان فايلز. ميرسي لك داني ولكل فريق عمل لبنان فايلز هالموقع اللي منتابعه طبعا دايما. بشكرك على كل كلامك المكتوب والمسموع بهالأثناء. من دائم زميلة عزيزة ناجحة متألقة لها حضور مميز، نتابعها مع كل صباح في فترة بث مباشر تتألق فيه، تتابع جوانب كثيرة في حياتنا اليومية وتوفر حضورا في الإعلام المسموع بشكل يومي. هذا الحضور المميز نابع من شخصية مميزة، من معرفة، من متابعة، من إرادة، من حس مسؤول وحس إعلامي مرحب. نحن نبارك عملها في كل المراحل، لكن اليوم نقف إلى جانبها متضامنين، مستنكرين ما جرى معها من محاولة
إرغام أو محاولة اقتحام منزل أو محاولة اعتداء على حرية شخصية أو أي نوع من هذه المحاولات التي تندرج في خانتها العملية الأخيرة التي استهدفتها. هذا أمر مرفوض في المبدأ ضد أي مواطن لبناني، مرفوض بشكل خاص ضد الإعلاميين، وبشكل أخص أنه يستهدف الإعلامية الزميلة ريما نجيب. أضم صوتي إلى أصوات كل المستنكرين، كل المحبين، كل الرافضين لهذه الأساليب وهذه الممارسات، آملا أن يوضع لها حد وأن تبقى هذه الإعلامية مميزة بتألقها، بطلتها، بحضورها، بكفاءتها، وأن تبقى سمة من سمات إعلامنا المسموع. غازي العريضي. شكرا معالي الوزير، كتير كلامك راقي وجميل وبمسني، وبتعرف قدي بهمني رأيك فيي. غير الاستنكار، كان في محلات أبديت رأيك بكفاءة وبالحضور، هيدا الشيء بيعني لي كتير 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 كتير، بيروح أي صورة سيئة عن أي حدا، قد ما حلو قد ما نابع من القلب. شكرا للوزير غازي العريضي على وقته وعلى اهتمامه وعلى اتصاله الشخصي كمان فيي ليقدم لي كل مساعدة ممكنة. شكرا شكرا معالي الوزير، شكرا. كمان شكر كبير للعزيز جان فغالي، رئيس تحرير نشرة الأخبار يوم الأحد، اللي كمان تابع هالقضية واتصل فيه وسأل عني وسأل عن بعض التفاصيل، وكان عنده استنكار كبير كمان بيّن بروبورتاج للـ LBC، خاصة بالجملة الأخيرة اللي إلى ميسم. بس أنا بدي أقول شغلي بالنسبة للست ريما، يعني هيدا البلد في حصانة لكل العالم إلا للصحفيين. اللي صار مع ريما لازم يكون أمثولي لكل العالم، إنه أول ناس لازم يكون عندهم حصانة هن الصحفيين، لأنه أكتر ناس بيتعرضوا للمخاطر. أنا بس بدي أقول لريما الحمد لله على السلامة، وتنذكر ما تنعاد. جان فغالي. مرسي لجان فغالي من LBC، رئيس تحرير نشرة الأخبار. شكرا لألك وللدعم وللتغطية. كمان بدي أسمع صوت صديقة بحبها كتير اسمها مي شجع. أكيد من أكيد تضمننا مع ست إيمان جيم، يعني الدخول عرضا على بيت الناس مش مقبول شو ما كان صفة الإنسان، وقصة الحصانة هيدي يعني ما بعرف كيف ممكن تطبيقها على أرض الواقع، حتى لو كان الشخص محامي. يعني انتهاك حرمات البيوت هيدي شغلة بيعترض عليها القانون بمطلع الأحوال. يعني كيف على كل حال، بس شو بدنا نعمل بهالأيام؟ بضل في ناس أوبسيدي، هيدول الأوبسيدي بيكونوا من جميع الأنواع والأشكال. بقى ريما أقوى من هيك، وأكيد بتتخطيها، وبوجه لها ألف تحية. حبيبتي ماي، ميرسي. إذا بدنا قوة أكيد نستمد منك. بدي تابع هالحلقة الخاصة اليوم بالحصانة، بدخول بيوت الناس عنوانا، وبعض التفاصيل والإجراءات اللي تحمي بعض المخلين بالأداب ومخلين بالأمن وبالأخلاق بعاد عنا جدا. بس للأسف في هونيك كارت هيك صغير أبيض بيقدر ينعطى ويحمي، تخيلوا. خليني أسمع عضو المكتب السياسي في تيار المرضى
الصديقة فيرا يمين. يعني معروف انه للشهرة ضريبتها، بس هيدي كتير بعيدة عن العادات اللبنانية اللي تعرضت له الصديقة والزميلة ريما نجام من قبل واحد مفروض يكون هو بسلك بيعطيه مش بس حصانة، بيعطيه كيان، ولكن بيظهر مرات انه الغريزة بتقوى على كل الأمور الأخرى، ما يجعل بعض الوجوه المضيئة تتعرض. أنا من هون بدي ناشد القانون بمعزل إذا كان المعتدي أو المرتكب محامي أو لا، القانون أقوى من كل الألقاب، فبالتالي ننشد نقابة المحامين أن تتخذ الخطوات الواجبة واللازمة والإجراءات التي يعني تحفظ لها هيبتها كنقابة محامين، ومن ثم تعطي لريما نجيم التي نجل ونحترم ونحب كل الحصانة المطلوبة. ريما نحن حدك ومنحبك. فيرا يمين. وأنا كمان ست فيرا بشكرك بشكرك، أنا بعرف أنك موجودة دايما. خليني أقول هالنداء الإنساني من مستشفى الجعيتاوي اللي يبدو فيها حالة طارئة وهن بحاجة لدم من فئة O نيجاتيف. من جديد بدي أحيي كل أحبائي دي كلماتهم، محبتهم، رفقتهم على مدى السنين، صدقهم بالتعبير عن المحبة، المحبة الصافية الجميلة اللي لو أحيانا تكون عن بعد من خلال كتابة جملة على الفيسبوك أو جملة على تويتر تقدر تعطي كم كبير من الحب. أوقات بحس أنه فائض عندي لدرجة بدي أقدمه لكل حدا بلتقي وين ما كان. هالقد درجة الحب عملت لي حصانة من الزعل أحيانا، حصانة من الخيبات أوقات كتير، حصانة من الزهق أوقات من الشغل، بتعطيني القدرة على أني استمر، على أني حب، على أني اشتغل، على أني اتواصل بشكل أحلى، على أني اتثقف بشكل أكبر، على أنه أعمل كل شيء. كل شيء بخلي هالمحبة تكبر وتزيد، ولا مرة يكون في علامات استفهام حولها أو تراجع، بالعكس تزيد يوم بعد يوم. كون على حقيقتي، كون على الطريقة اللي أنا بحسها وبعيشها، أكون عم بقدر يوميا نظف نفسي من كل المساوئ اللي حوالينا، من كل الدخان. هلأ عصيرة الدخان الأسود المأذي، مش من دخان السيجارة ولا الأرجيل، المأذي من بعض سموم هالناس اللي حوالينا اللي بتبث كره وبتبث أنانية وحسد وغيرة. ممكن واحد يقدر قديه ممكن توصل ولومين ممكن توصل هالأشياء، قديه ممكن توصل لحتى تأذي ولحتى تبعد الحب عنا. منيح أنا بحس أنه البيج وتويتر والإذاعة والتواصل إن كان من خلال الاتصالات أو الأسماس هن الحصانة تبعي، هن اللي بيقدروا يحموني ضد كل شر، ضد كل لا حب، كل ضد حقد، كل ضد كل حسد أو غيرة أو أي شيء بشع. الحمد لله نكون موجودين هيدا كل يوم بقوله أنا وعم بصلي، والله يعطيكم على قد محبتكم. يمكن اليوم ما قدرت قريتهم على الهوى، بس عم بقريهم تحت الهوى، كل مساجاتكم، كل الكومنتس، كل الشباب اللي بيجننوا اللي صار بدهم يعملوا لي بادي جاردز وشباب بضايات بيعجبوك يعني، بس بخاف ترتكبوا لكم شي جريمة لأنه ما بتعملوا كنترول على حالكم. كتير بضايات كتير، واللزة إنه الشباب من كل الطوائف، هيدا الشيء اللي أنا فخورة جدا فيه، من كل الطوائف، من كل التيارات، ومن كل الأحزاب، شيء كتير حلو.
قالت لي ماريجو انها سجلت مع الزميل نيشان اللي كمان كان من اوائل الناس اللي استنكروا وعمل شير للينك ال بي سي اللي صار معي، وكمان تضامن وكان عنده رأي واحتجاج. اي تعدي من قبل اي غريب على انسان بحرمة بيته يعتبر تجاوز بالقانون، وبالتالي المعتدي لازم يتحقق معه مين ما كان يكون. الحصانة هلا بالحالات المدنية مثل ما حصل يعني مع الإعلامية والصديقة والزميلة ريما جيم، الحصانة حتى لو كان محامي المعتدي شو ما كان يكون، محامي ولا غير محامي، ترفع بهيك حالات ولازم ترفع، أو يعني بنرجع للحضانة بتطبيق القوانين. لاحظ إنه بالفترة الأخيرة بالإعلام نحن كمواطنين لبنانيين تعلمنا درس وتعريف شو يعني مكان مغلق بطور تطبيق القانون للمدخنين. عرفنا انه اذا في ثلاث حيطان وسقف يعني مكان مغلق. يلي حصل مع الزميل ريمان جيم حصل ببيته وفي قدسية للبيت، يعني بحرمة بيتها، كانوا أولادها والمساعدة تبعت ريمان جيم موجودين. يعني الضرر المعنوي والخوف للأولاد والزعر، يعني كل هالشي ما بتصور في أنهم يقول حصاني أو لا حصاني. أنا بعتبر أنه إذا المحامين عندهم حصاني، الإعلاميين كمان عندهم حصاني، يعني بالتساوي، ما في حدا أحسن من حدا، ما في حدا أحسن من حدا. لازم أنه يصير في تحقيق وكل صاحب حق ياخد حقه، والاستنكار ما كتير بيفيد أنه نرفع الصوت بالعالي حتى نلاقي الصدى المطلوب. نيشان دير حروب جميعا. كمان شكرا للزميل والصديق نيشان وكل السياسيين اللي بقدرهم واللي بحبهم واللي بشكرهم على دعمهم وعلى موقفهم وعلى كل الكلام الحلو اللي حكيوه. حلو حلو عني عن مسيرتي، بس الأحلى أنه دايما هني حاضرين شو ما كانت مراكزهم بهالأثناء، شو ما كانت وزاراتهم. الكل أجمع على أنه الحصانة مش بس لازم تكون للمحامين أم للسياسيين أم لغيرهم، كمان الإعلاميين لازم يكون عندهم حصانة من الحصانة التانية اللي بتبقى تستغل لأهداف شخصية. نحن عنا وحسيت انه هلأ عندي حصانة إضافية من كل هالأشخاص اللي حكيوا، بس نحن رايحين طبعا باتجاه القانون والطرق القانونية لناخد حقنا لحتى يعني هالشي ما يتكرر، مش بس ما يتكرر معي، ما يتكرر مع أي حدا تاني، صحافي كان أو غير صحافي. البيوت إلى حرمات وممنوع اقتحامها، ممنوع حدا يقرب صوبها، ممنوع حدا باسم الحب أو المحبة أو الإعجاب أو الهوس يدخل بيوت الناس ويروع الأطفال ويضايق الناس. أول المواقع اللي نشر الخبر واللي تضامن معي هو موقع نشر فن لي بديره الصديقة الإعلامية هلا المر. صباح الخير. بونجور ديما. بونجور. نعم. شو؟ عم نعمل واجباتنا انه ننشر الخبر. مرسي على دعمك دايما. انا بدي اقول لك مبروك على كل حال، معروف بصوت الغد انها اولى. يعني بلا جميلة في الاحصاءات، لانه انتم معروفين قدام مرتبين وقديش انيقين ببرامجكم وقديش اول. شكرا مرسي. هلا انا مثلا عند الكوافير شرب الرزق ومدور صوت الغد. بلا جميلة انتم اول. هلا بتطلع بالتاكسي اذا بدك بتلاقي مدور صوت الغد كمان. مرسي. هلا بدالك كنت عم تسمعيني؟ هلا عم بسمعك. بدي اقول لك مرسي على دعمك دائما. ما لازم تشكرينا، هذا واجباتنا نحن انه نواكبكم ونواكب كل شيء، وان شاء الله يا رب بتضلوا دائما بالطليعه، وان شاء الله يعني كل اذاعه اللي عندها مستمعينا واللي عندها محبينا هيك تتمثل فيكم، خاصه انه لكم 15 سنه، ان شاء الله بتضل هالاذاعه من جيل لجيل. شكرا.
أنا بدي كمان أقول له هني لدادو أبو جودي كمان على أفكاره الحلوة، وهني كريمة يلي دايما بضل عندك شيء جديد تقوليه، وبدي أقول لك أنه للأسف من الحب ما قتل، يعني أنه يهجم عليك من كثرة ما بحبوك وخوفوك بهالأيام يلي ما بقى فيها أمان. نعم. ما بعرف شو لازم نعمل، إذا لازم نعمل شيء أو فينا نساعد بشيء كمان نحن واقفين خلفك. كلك سوء. مرسي هلا، مرسي لوجودك ومرسي لمحبتك. مرسي بقلك، والنشرة نشرتكم شو ما بدكم نحن خابرين. شكرا لقلك، مرسي. أهلا بكم من جديد. بدي أشكر كل الداعمين، كل اللي حكيوا معنا على الهواء، سجلوا أم حكيوا معي شخصيا على هاتفي الخاص للاستنكار ولتقديم كل المساعدة. بدي أشكر الزميلة لبنان الحر اللي ما كنت عارفة أنه كانوا أول مين أذاع الخبر، بيير البيع. بونجور. بونجور ريما. عم تستنكر أنت أنه أنت أول ناس. هيدا الاستنكار. هيدا الاستنكار. بدي اقول لك الحمد لله على السلامه كمان. مرسي مرسي. يعني انا صراحه ما بتفاجئ باللي صار، لانه بلد بامه وبيه بيوعى هيدا الصوت الحلو. بقى ما بعرف شو في ناس ممكن تعمل بعد. اولك. اكيد بستنكر، بس في شغله ريما ما بعرف نحن بنطلبها اليوم، يعني عم بيقولوا محامي وحصانه وما حصانه، طب ما نحن كمان لازم يكون عندنا حصانه. هلا للاسف الوضع الاعلامي مشرزم بلبنان. نعم، نقابات حيلة ايه، يعني صار عندنا كذا نقابه ونقابات رح تبصر النور قريبا مثل ما بيقولوا، بس انما صحيح. الوضع الاعلامي يبقى مشرزم بلبنان نتيجه الوضع السياسي. بس بفتكر حلهم الاعلاميين يوعوا بلبنان، لانه وقت حدا منا بتمسه شوكه يمكن او بيصير معه اي شيء، اي حدا منا معرض لهذا الموضوع، فلازم نطالب ولازم نضغط بسبيل انه نحن كمان يكون عندنا حصانه ونكون محصنين رسميا. اللي صار معك ممكن يصير مع شخص تاني. ويمكن يكون نتيجة أسوأ يمكن. بقى كرمال هيك لازم الإعلاميين في لبنان يتوحد ونحط شوي الأمور السياسية اللي بتفرقنا على جنب. ونرجع نتوحد كرمالنا نحن مش كرمال حدا تاني. نعم صحيح صحيح بيير، مزبوط 100% معك حق. يلا خليها تبلش الشرارة من هلأ. لازم تبلش، لازم يعني خلص، لأنه في كتير إعلاميين حتى قالهم سنين بهذا المجال، عم نشوف كيف آخرتهم كمان عم بتكون. يعني في ناس آخرتهم مش كتير بعيدة عن آخرة الممثل اللبناني مثلا. عم نشوف كيف عم بكيف الاعتداءات على الريبورترز والضرب اللي بيتحملوه والإهانات مع الام تي في بالتباني وغيرها وغيرها. يعني حتى اليوم عم نشوف بعض التلفزيونات حتى بعض الإذاعات يلي انا منهم، يعني ايام ما بقدر حط اللوجو على الميكرو وقت تكون بمنطقه معينه، يعني هذا ما في احترام، والدوله للاسف ما عم تحمي الاعلاميين كما يجب. نعم صحيح. هيدا هون من هون بتبلش المشكله. يلي صار معك ممكن مثل ما قلت يتكرر مع اي اعلامي بلبنان، وللاسف الدوله ما عم تحمينا، منا محميين رسميا. نعم صحيح. انا برجع بقول لك الحمد لله على السلامه ريما، ومطول الغيبه، غبت يومين بس ما بقى في فيديو كثير، انا من المدمنين على صوتك كل يوم الصبح. ثانك يو. انا مش غبت يعني لاسباب صحيه، يمكن على التوتر عملت ميجرين قوي كثير يومين، فمشان هيك في ناس بعثوا لي على البيج خايفه ومدري شو. أنا عم تعمل بروباغاندا أو شيء، بس هو وجع يعني أكتر. 100% شيء طبيعي، بس نسأل هذا الصوت الصباح. نحن أجلك يعني نحن من المدمنين على صوتك الصباح، وخاصة بعجقات السير اليوم مش طبيعية ببيروت. ولا في عبوة قال هلأ لقيوه. كيف؟ في عبوة لقيوه على طريق الرميدة باتجاه بيروت. ايوه، في كمان على الجسر بنص جسر دورة في حفريات، بدها تقريبا 3/4 ساعة من شار الحلو للدورة. يا عين. لا طول البرنامج اليوم، لكن اليوم في اكوت مش طبيعي بيكون. مرسي بيير. انا بدي اشكرك ريما ومرة تانية كمان الحمد لله على السلامة، والله يخلي لنا هالصوت. شكرا، مرسي لك ولإذاعة لبنان الحر. شكرا. بعد ما حكينا ما كتير من السياسيين، الوزراء، الصحفيين، الزملاء وغيرهم، بدي أحكي مع حدا مختص بعلم النفس، هو صديق شرب الزغيب، اللي بدي أحكي معه عن الحالة اللي طبعا بتصير مع كتير ناس، بتصير بلبنان، بتصير برات لبنان، بس يمكن برات لبنان بينعمل منها قضية رأي عام وبتتلاحق بشكل أسرع من الطرق القانونية اللي صارت
بركي كتير قديمة عنا بلبنان وكتير بدها وقت وكتير بدها وراء بزمن المكننة والكمبيوترات والسرعة. اليوم لا بدك تروح وتقدم وتنطر الطلب وتشوف إذا بيقبلوا وتروح على المدعي العام وتقضي نهاراتك عم تاخد أمضوات وتاخد تفاصيل. بس هالشخص اللي بيعمل هيك شو تفسير علم النفس لأنه له أكثر من تفسير؟ يعني ممكن واحد يوصفه بالجنون بس لا ممكن يكون حدا أذكى بكتير من هيك، ممكن نوصفه بالمهووس بس يكون عنده كمان خلفية أخرى. من هو هذا الشخص الذي يقوم الذي ليبدأ معجب ويتحول إلى شخص قدر يعمل قدر يضر بالآخر اللي بيدعي أنه بحبه؟ من هالأشخاص؟ صباح الخير. صباح الخير إيمان، كيفك؟ أول شيء الحمد لله على السلامة. مرسي مرسي، الله يسلمك. شربل، يعني ريما بتعرفي بداية قبل ما نحكي عن موضوع النفس وعلم النفس بهذا الموضوع كمان أنا بقول الإجراءات يلي معك حق بالإجراءات يعني هي كتير طويلة. وتخيلي أنه أنت حكي بالموضوع مقدمة عديت شكاوى من المحامي قبل حسب ما سمعت منك وبعد ما وصلوا لعن نائبة المحامين ولا عن النيابة العامة ولا يعني كمان هذا ما بعرف شو بدنا نقول فيه يعني. صحيح. بداية ريما إذا بدنا نحكي تحديدا عن الأشخاص المهووسين فينا نحكي أنه هؤلاء الأشخاص بيكون عندهم صورة معينة بذهنهم بيتعلقوا فيها لدرجة أنه هن هيدي الصورة بصيروا متملكينا. وتخيلي أنت مثلا حدا أنت متملكة بيت وبيجي حدا بده ياخد هالبيت منك، شو بتعمل؟ بتحطي يمكن أصابعك العشرة بوجهه بتقتليه بتحاربيه إلى ما هنالك. بالنسبة إذا بدنا نحكي الهوس، لا ما بعرف إذا فينا نحدد الشخص يلي عامل معك هذا الشيء، إذا يعني في درجات بتعرفي للهوس. بدرجات عالية ممكن الشخص يقتل الأوبجي، يعني يقتل الـ يعني فيها توصل لهي المرحلة لأنه يعني هذا الشيء ملكي أنا. خاصة إذا الشخص الثاني هو عم بيقاومه والشخص الثاني ما قبل يفوت بلعبته وإلى ما هنالك. وبكتير أوقات يعني إذا بنشوف عبر التاريخ بكتير بلدان بكتير مطارح بكتير أوقات كان المهووس بشخصية معينة أو بحدا معين ما يتحمل الإشياء، وإذا قاومته الشخصية أو الحدا نوصل بالآخر لجريمة قتل. كثير جرائم قتل سببها هوس معين بإشياء معينة. يعني مثال كثير بسيط بنحكي عن المخدرات، نحن في ناس مهووسة بمادة المخدرات يعني لهالدرجة، هيدا نوع من إدمان بنسميه نحن على الأشخاص على صورة معينة بهالأشخاص شافوها عندهم أو هن اخترعوها براسهم. يعني من إيش يمكن بسمعها من إيش بيشوفها بأغلب الأحيان إذا كانت هيك شيء بتكون هيدي صورة ممكن تكون صورة جنسية أو صورة معنوية. يعني نحن ما فينا نحدد هذا الموضوع إلا لنشوف أفعال هذا الشخص شو كانت وشو كانت تلميحاته وشو كانت رسائله وإلى ما بالرسائل مثلا كان يقول أنه لقيني بهالنهار بهالتاريخ بهالمطرح، كان يقول استدراج حسب المكان إذا مكان عام ولا مكان خاص ولا شو النية اللي كانت عند الشخص. هل بنيته كان شيء جنسي؟ هل بنيته ما بعرف شيء؟ يمكن يكون مثلا في أشخاص ريما بيوصلوا لمرحلة أنه بدهم يفرجوا العالم أنه أنا معي هذا الشخص. إيه حتى في بعض الرسائل يكتب وكأن يعني يوحي بالرسالة كأن نحن عنا علاقة سابقة، عرفت أنه ما هي التخيلات اللي بعيشها. تخيلات إيه. يعني بصير يتخيل أنه لا هي قبلت بس عم تعمل هيك عم تتكبر علي، هي كذا هي كذا. يمكن إذا ابتسمتي له لهيدا الشخص أو حكيتي بلطافة معينة اللي هي من أداب الكلام بتكون بيخدها بعقله وبيكبرها وبقول لكن هي بس مستحية بس كذا بس هي قبلينة ضمنيا لازم شد عليها أكتر أو عرفتي. يعني في عدة تفسيرات أوقات بفسرها خاصة الأشخاص اللي بيروحوا للإكستريم بنسميهم بيروحوا كتير للتطرف بتفكيرهم. أقل حركة أقل شغلة يمكن إذا رديتي على مسج لقاله أو قلتي بونجور أو قلتي كذا أو قلتي أو ابتسمتي يمكن ابتسامة أو سلمتي عليه يعتبر هذا الشيء أنه إشارة لقاله أنه go on أنه يلا استمر
بس بيصدرك هالاخبار براسه ويصدقهم ويوصل لمرحله بقول طب ما هي قبلت ما هي هيك ما هي هيك يعني بس بيصدق الاشياء اللي عنده من هيك بتصير تعلى الاجريسيفيتي تبعوله او الاحتئان تبعوله التصرفات الغاضبه بتصير تعلى بيوصل لمرحله ببطل في حدود يعني اذا بنحكي فعليا انه هو جاي على بيتك يعني هو اذا بده يكون وخاصة انه هو رجل قانون مثل ما ذكرتي يعني بده يكون هو واعي لهذا الموضوع العقل البشري العادي بحط حدود يعني بقول انه لا في ضوابط في كذا بخسر مهنتي بخسر كذا بخسر كذا هو يعني اذا بدنا نحكي الهوس كان عنده فقدوا خطوط معينه وصل لمرحله ما بقى في عنده ضوابط هذا الزلمه انه يعني تخيلي انه وصل لمرحله بشوف رجال البيت اللي هو عادة أنه أوكي إذا كنت مرة لوحدك أهون بس أنه بس يشوف رجال البيت يعني هيدا إذا بدك السلطة بالبيت ولا أنه ما همه يعني تخطى السلطة تخطى مسائل يعني المفاهيم اللي بتكون عند الشخص تخطيها كلها يعني من هون نحن بنقول أنه في حالة مرضية أكيد يعني منا حالة بس هيك هوس تزنيخ أو ما بعرف شو في حالة مرضية حتى الشخص يوصل لمرحلة يقتحم بيت يعني أكثر من مرة بليز يعني ضروري ترجع تفسري للأولاد خاصة لأولادك وبنتك اللي يمكن عشت حالة شوية دقيقة ضروري ترجع تفسري لو تخبريها أنه في ناس هيك في ناس بيكونوا مرضى في ناس مش عم بيستهدفونا لقلنا مش كل العالم هيك مش كل الرجال هيك مش كل الشباب هيك يعني حتى ما تاخد فكرة عاطلة عن صورة الرجل وتخلق لها مشاكل تانية وتخبريها أنه في ناس عنيفة في ناس كذا بس مش كل العالم هيك ما تخاف من العالم ما تخاف وإلى ما هنالك حتى ما نفوت كمان بمشكلة تانية عند البنت بس هالشخص مثلا أنت صنفته شو بعد كل اللي سمعته شو بيصنفوه مهووس؟ ما فينا يعني من بعد كل اللي سمعتهم اكيد في هوس معين يعني اكيد في عنده حاله هوس معينه ما فينا نحدد اكثر ما فينا نعرف شو اكيد لما يكون في مقابله خاصه معه وتحديد وتشخيص لحالته على كل حال في تسجيل صوتي له عمله ميسم يعني ريبورتر للـ بي سي بدي بركي ريبورتر الـ بي سي اللي عمل الريبورتاج على الـ بي سي يوم الأحد قبل ما طلع الريبورتاج على الهواء جرب يحكي معه حكي معه ساعة يقول له أنه أنا بعرفها صديقتي جاي زورها ساعة يقول له أنا ما جيت على البيت أبدا ساعة يقول له بدي كسر له راسه لجوزة بدي أعمل وسوي ساعة يقول له أنت مش عارف مع مين عم تحكي فضيعه يعني ما قدرنا موجودين يعني التسجيلات كمان هذا نحكي فيها الحالة المرضية يعني لما الشخص بيكون بحالة مرضية حالة هوس مرضية برجع بلك لا بيعرف حدود ولا خطوط حمر ولا يعني هالنقيض اللي عم بعيشه من جوا رحت لعنده لا ما أنا ما كان لازم أروح ليش رحت بس أنا بدي أروح لأنه الهوس اللي عندي وهالشغف اللي عندي تجاه هذا الشخص ما عم بقدر حده يعني بتخطى الحدود بس لا ليش تخطيت له يعني هالنقيض الصراع اللي بعيشه الشخص من جوا أنا بالنسبة لك أشخاص لازم يكونوا يعني نوصل لمرحلة إني أشخاص خطرين على المجتمع من هيك لازم يكونوا محطوطين بأماكن خاصة للعلاج حتى عن جد يتعالجوا ويكون عندهم يعني تخفيف من خطرهم على الناس يعني مش كل العالم يمكن ريما مثلك انت قدروا يطلعوا هدر ويا ما في ناس صدقين يا ما في ناس بتعرضوا لهيك انواع ضغوطات ان كان من حكمة ان كان من محامية ان كان من رب عمل ان كان الى ما هنالك ويا ما في فتيات بتعرضوا لهالنوع من التهديد ولهالنوع من إذا بدك اغتصاب لحقوقهم ولبيوتهم من وراء ناس عندهم هيك مشاكل وما حدا بيدرى فيهم وإلى ما هنالك فكثير مهم ريما اللي صار كثير مهم أن العالم تعرف وتوعى أنه إلكم حق يعني إذا شخص مهووس ما عم بفوت لعندكم إلكم حق توقفوه يعني إلكم حق تحكوا عن هذا الموضوع وأنا بدعي أنه الجسم القضائي والنيابات العامة والمخافر أنه كمان يكونوا عم بشوي سرعوا هالإشياء ويخففوا من تعقيد البروسيدور والإشياء صحيح. اللي بتصير حتى على القليلة يستدعوا هذا الشخص يعني على القليلة يكون في استدعاء له بمنع تعرض للأشخاص وإلى ما هنالك يعني صحيح. لو مين ما كان يكون يعني أنا شخص عم بتعرض لي لو مين ما كان يكون أنا هيدا حقي كمواطن لو هو مين ما كان يكون هذا الشخص أنه أنا يكون في دولة حاميتني صحيح بهذا الموضوع صحيح
شكرا شكرا على السلامة. ميرسي شيء، نحن دايما بالخدمة ريما. ميرسي. بدي انا هلا علاج. لا ما تعتلي هام، كله مهم انت ترجع هيك تلتقطي انفاسك، وبرجع بقلك اهم شيء ترجع ترجعي الامان بالبيت. ايه ولا يهمك. وللبنت تحديدا، بعرف انه انت قوية بس البنات بهالعمر بيكونوا كتير دقيقين. انتبهي لألا وارجع فيها معنويات وخليها تكون قوية. نعم دكتور شربل صغيب، ثانك يو، ميرسي على مداخلتك القيمة جدا مثل العادة. الله يقويك. ميرسي. عذرا انه كل البرنامج للي مش مهتمين بهالقضية تميتوا فيها بالقوة وسمعتوا وكل اللي نحكى عنه وكل الآراء والأشخاص والمداخلات، بس كان لازم بقى يعني بعد فترة طويلة يعني ارتقيت اني ما خليها توصل للإعلام، لأنه يعني صار الوضع مخيف لدرجة انه صار لازم يطلع على الهواء ويطلع على الإعلام لحتى تقدر تمشي الأشياء بشكل أسرع، كل واحد يعرف وظيفته، كل واحد يعرف انه الطريقه والبروسيدور اللي كنا عم نحكي عنها انا وشربل، اللي هي روح وتعا وقدم وبركي ويمكن يعطوك النقابه، ومع شهر النقابه لتعطيكوا كل هالتفاصيل. الاشياء الجرائم ترتكب بثواني، ما عم بقول عنها جريمه بس انه نوع من الجريمه، ترتكب بثواني، بينما لحتى تلاحق بهيك بلد هالقضيه وتوصل لتاخد حقك بدها كتير تفاصيل لازم ينشغل عليها، بركة لتتسرع بزمن السرعة، بزمن انتشار الخبر السريع وبزمن معالجة الأمور بشكل أسرع. بعدنا نحن روح خد مدي ورقة وخد على الطابق الثالث، ورجع من الطابق الثالث تروح على الطابق الثاني، ومنشوف وبركة، ونقيبة المحامين اللي قبل وصلت لها الورقة ويمكن حطتها بمكتبها، والنقيب الثاني ما قدر شافها وقصص. يا رجعين لأصغائكم لرفقتكم لدعمكم في هذا اليوم الطويل اللي قضأنا فيها على حالي، كنت ساكتة عنا لفترة طويلة لما تتحول لقضية رأي عام، إلا أنا وصلت لمرحلة ما بقى قادرة تكون مجرد معجب من غض النظر عنه، لأنه قد يتحول إلى مهووس. وبرأي علم نفس سمعنا شربل شو قال، لوين ممكن يؤدي هالهوس، يمكن لحد الاعتداء أحيانا. بتمنى تكون وصلت الرسالة، وهالشخص
المحامي أكيد عم يسمعني لأنه بيسمعني كل يوم مثل ما كان يبعث بالرسائل. بدي أقول له مش عيب أنك تروح تتعالج نفسيا من هالحالة لأنك تخطيت كل الحدود. أنا رح أمشي بالطرق القانونية لهالحصانة المدعي أن حاميتك شيلة عنك، وأقدر أوقف ضدك لأنك مش بس معجب إرهابي فتت على بيتي وعكرت مزاج العيلة وخوفت ولادي، ما رح أنسالك إياها كل حياتي. ولوين ما بدها قد ما بدها تاخد من وقتي ومن معاملات، رح أقدر أخد حقي منك وإمنعك تقرب صوب بيتي أو صوب شغلي أو تطلع فيي تطليعة وحيدة. قبل كنت ساكتة لأني كنت مفتكرتك شخص مثقف، شخص محامي معجب بيكتب الرسائل طريقة فيها كتير من الأدب والفكر. تري الانفصام بالشخصية بمطرح أنت محامي، بمطرح تاني أنت حدا مش معجب عادي. أنا المعجبين والمحبين بحطهم بقلبي وببيتي بساعهم كلهم إذا أرادوا، بس المهووسين لا، لأنه هيدي حالة لازم لها أولا علاج. بتمنى عن جد إذا أنت حدا عن جد مثل ما مبين من رسائلك مثقف ومحامي أنك تتعالج من هالشي وترجع معجب عادي، أهلا وسهلا فيك. عن جد ما بتمنى لك إلا كل خير، بس اللي صار مؤخرا أزاني أزا أولادي معنويا ونفسيا، ويعني وقاحتك خلتك تروح تدعي على جوزي بأنه حاول قتلك وهو ما بيعرفك. أنت بتعرف أنه القانون لصالحه إله، وأنه هالشكوى اللي قدمتها هي شكوى فارغة وبلا طعمه، لأنه هو شخص عم بيدافع عن حرمة بيته. وهناك الكثير 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 من الشهود، إن كان بالإذاعة إن كان بالبيت إن كان عند الجيران، اللي شافوك وبيعرفوك وحكيوا معك قبل وجربوا بكل الطرق يعني يتعاطوا معك بطريقة راقية، إلا أنها ما نفعت. كرمل هيك صارت القضية قضية رأي عام. حبيت على الفيسبوك ما اكتب اسمك الكامل، بس اذا اضطريت شي نهار رغم كل القوانين اللي بتمنع يمكن رح اقول اسمك ورح ضر بشغلك، فما حبيت اعمل هالشي لأن ما بقدر أأذي هالقد، بس بالقانون اللي أنت رافع شعاره رح نلتقى إن الله راد. من جديد شكرا لكل السياسيين، لكل الأصدقاء الصحفيين، لنائب المحامين نهاد جابر اللي كان معنا على الهواء، لكل الأشخاص اللي اتصلوا اللي سجلوا تضامنهم واللي حكيوا أهم شيء بأمر الحصانة بين هلالين، اللي الحصانة لازم ينعاد بركة البت فيها، خاصة لما بيكون في أكثر من مرة ادعاء على شخص لازم نقابة تاخده إلى التحقيق وتسأله هل هذا صحيح ما يقال عنك وما كتب عنك وما رفع بالشكوى عنك. خاصة أنه لما رحت على المغفر قالوا لي في ادعاء سابق باسم هيدا الشخص. لما يكون في ادعاء سابق باسم هيدا الشخص بيعتقد محامي نقابة المحامين لو تغير النقيب يعني بين فترة وأخرى النقيب يرجع يتطلع ويعالج هالموضوع ويبعت ورا هالمحامي ويشوف ليه في دعوة تجاهه، هل هو شخص قدير وقادر انه يحمل هالحصانة ام لا. ومثل ما قال زميلنا قبل شوي، نحن اللي لازم يكون عنا حصانة. بتأسف بس على شغلة واحدة، مع انه بشكر كتير شباب الامن الداخلي اللي بعزهم وبقدرهم بمغفر ريفون وبكل المخافر، لانهم هني ابنائنا واصدقائنا والمدافعين عنا، بس ما قدروا عملوا شيء لان
المدعي العام ما قبل هالشكوى. سو أنا مش عم بهجمهم لقلهم مثل ما افتكر البعض وحكيني. أنا بتشكرهم على كل شيء عملوه. اجوا لعندي على البيت وجربوا يساعدوا بس بمطرح ما قدروا لأنه المدعي العام ما قبل. شكرا من جديد لكل أصدقائي. أهم شيء أهم شيء غير الشخصيات السياسية والمهمة ثقافيا وسياسيا اللي حكيوا معنا على الهواء وزير الداخلية كمان مشكور. أشكر كل الناس المحبين اللي انشغل بالهم علي اللي بعثوا لي آلاف الرسائل من خلال الفيسبوك وتويتر والإيميل. شكرا لمحبتكم اللي هي أكثر من إضافة اللي هي الهواء اللي بتنشقه لما بكون معبق على قلبي. هي الريحة الحلوة اللي بشمها لما بتكون كل الروايح حوالينا بشعة فيها ريحة فساد وفيها ريحة كره وفيها ريحة حسد وفيها ريحة نوايا سيئة. شكرا لكم لمحبتكم. إن شاء الله أقدر بيوم من الأيام ردلكم إياها أضعاف أضعاف وكون دايما على قد ما بدكم مني بشغلي بأدائي بالطريقة اللي منتعاطى فيها سوا مع كل الأمور. عم شوف قدامي هلأ بلمحة سريعة صار 12 إلى ربع يعني تأخرت بالبرنامج كتير. بعد البيرثدايز وأعياد الميلاد هحتفل فيها إن الله راد بكرة. اليوم رح أخذها يعني أكتبها قدامي وبكرة بنرجع نعمل اعذروني لان ما بقى عندي وقت ابدا والحلقه كانت مخصصه لهذا الموضوع اللي شغل الراي العام بالفتره الاخيره. كل الويب سايتات الصحف والمجلات اللي اخذوا مني احاديث حوله وطبعا بعد ما ورد تحقيق بنشره اخبار ال بي سي اللي برجع بشكرها لان عن جد القصه كلها وكانت سباقه بان نهار احد تطلع على بيتي وتسجل معي وتعرف كل التفاصيل وتطمن عني. شكرا للجميع محبين وأصدقاء ورفاق بلبنان وأنحاء العالم. تبعوا حالكم وتضلوا بخير ومنلتقي بكرة بإذن الله.